فإذا أقبل على عمل يستحي أن يستعين باسم الله الذي عصاه. فقال له لا ما تستحيش، لأنني رحمن ورحيم، غفرت لك دي برضو مش هتخلى عنك، رغم ده رغم كفر الكافر أمده بكل ما في الحياة من نعم، والعاصي كذلك. فقال له لا تشجع برضو وما تتركش الاستعانة باسمي، لأنك أذنبت وتستحي أنك أنت تطلب مني وأنا وأنت مذنب، فأنا اتكل على قولي الرحمن الرحيم.